قصص نور قصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور وقصص حكمة وصبر حكمة وصبر بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في أول حلقات برنامج قصص الأنبياء. ولما اخترنا الأنبياء؟ لأنهم خير البشر، خير من مشى على الأرض، إنهم الناس الذين اصطفاهم الرب عز وجل لخير البشرية. ضلت الأمم لولا أولئك الرسل مبشرين ومنذرين. لما قصصهم؟ لأنها أحسن القصص. قال الرب عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص. الناس في هذه الأيام ربما يتأثرون بقصص البشر، ربما يتابعون بعض الأفلام الخيالية فيبكون منها أو يخافون منها أو يتأثرون بها أو يقتدون بأبطالها. أما نحن فنتكلم عن أفضل القصص، نتكلم عن خير البشر الذين يجب أن نقتدي بهم. لا نجاة في الأرض إلا بالاقتداء بهم. نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نتكلم عن أحسن القصص بتفاصيلها التي جاءت بالقرآن والسنة الصحيحة وما لم يعارضها من أخبار الأمم السابقة. نتكلم عنها بالتفصيل ونستفيد منها الإيمان، الحكم، العبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هناك من الغرائب، هناك من المعجزات، من يقرأ قصصهم فإنه يصبر على الدين ويثبت عليه ولا يضره عدو للإيمان كائنا من كان. من عانده، من حاربه، من سبه، من شتمه وهو يقرأ قصص الأنبياء فإنه لا يبالي. إنها قصص الأنبياء، في قصصهم عبرة لأولي الألباب. سوف تمر علينا حكايات وقصص وعبر فيها البلاء، فيها يدعو النبي فيستجيب الرب عز وجل له. نرى كيف أن الأمم كانت تحارب الأنبياء والرسل، كيف يرسل الله عز وجل الرسل تترى، ما من أمة إلا وخلا ما من أمة خلا فيها نذير، ما من أمة إلا وأرسل الله عز وجل إليها رسولا أو نبيا. نقرأ هذه القصص، نتعلم منها الحكم والعبر. نبدأ وإياكم قصص الأنبياء. قبل أن نبدأ بقصص الأنبياء لابد أن نتكلم عن الخلق كيف بدأ. كان الله عز وجل ولم يكن معه شيء، فهو الأول جل وعلا. أول شيء خلقه الرب عز وجل العرش، أول المخلوقات. ثم بعده بزمن خلق الله عز وجل القلم، فتكلم القلم
قال الله عز وجل له: اكتب. قال: ما اكتب؟ ما الذي اكتبه يا رب؟ قال الله عز وجل له: اكتب ما كان وما يكون الى ان تقوم الساعه. كل شيء اكتبه. ان كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء كتبه الرب عز وجل قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، ثم بعد القلم ب50,000 عام اذن الله عز وجل ان يخلق السماوات السبع والارضين والجبال والانهار وما فيها. خلق الله السماوات والارض في 6 ايام. وبعد ان خلق الرب عز وجل السماوات والارض والجبال والبحار، وخلق الله عز وجل الشمس والقمر والكواكب والنجوم وزين السماء بها، خلق الله عز وجل خلقا على الأرض سماهم الجن. وكان الجن قوما مفسدون في الأرض، يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، حتى أن الملائكة كانت تأتي وتبعدهم، وكانت تأتي وتعاقبهم، وكانت تحبسهم أحيانا في بعض الجزر في البحار. ثم بعد الجن أذن الله عز وجل أن يخلق خلقا جديدا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة تريد أن تسأل: هل هذا الخلق الجديد سيكون مثل الجن في إفساده وسفكه للدماء وفي تدميره لهذه الأرض؟ قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يا رب، إذا أردت خلقا يعبدك فنحن نعبدك يا رب، لما تخلق خلقا يفعل كما فعلت الجن؟ قال الله عز وجل يرد على سؤال الملائكة: قال إني أعلم ما لا تعلمون. لم تكن الملائكة تعلم أن من هذا الخلق الجديد سيكون أنبياء وشهداء وصالحون وصديقون وأحباب للرحمن جل وعلا. إنه خلق جديد. قصص، نور قصص، قصص، نور قصص، حكمة وصبر. لما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم عليه السلام، أمر ملكا من الملائكة أن يذهب إلى تراب الأرض فيأخذ من كل تراب الأرض شيئا، فجمع هذا التراب، وكان التراب منه الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، فصار منه بنو آدم. اختلفت ألوانهم واختلفت طباعهم، فصار منهم الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، وصار منهم السهل ومنهم الصعب ومنهم الطيب ومنهم الخبيث. فخلق آدم من تراب في يوم جمعة، ثم بلل بالماء فصار طينا، وظل على هذه الحال زمنا، ثم ازداد تماسكه فصار طينا لازبا، ثم تغيرت رائحته فصار طينا مسنونا، ثم بعد زمن صار كالفخار الأجوف. هكذا خلق آدم عليه السلام، ظل زمنا على هذه الحال. ولقد خلقنا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. هذا التراب الذي ندوس عليه إنه أصل خلقنا. خلق الإنسان من تراب ثم صار طينا. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. هذا خلق آدم عليه السلام. قال رب عز وجل: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا أصل خلق آدم. لما خلق على هذه الحال ولم ينفخ فيه الروح،
ظل سنوات على هذه الحال، فكانت الملائكة تترقبه وتتوجس خيفة، ما هذا المخلوق وكيف سيكون؟ بل إن إبليس بنفسه كان يحوم حوله ويدخل في جوفه ثم يخرج وينظر إليه ويتخوف منه ويحسده ويقول للملائكة: لا عليكم، إنه أجوف، وإن ربكم ليس بأجوف، لئن سلطت عليه لأهلكنه. إن إبليس يتحدى والملائكة تترقب، والله يأمر إذا نفخ فيه الروح فقعوا له ساجدين. كيف سينفخ فيه الروح؟ وماذا سيحصل لآدم عليه السلام إذا نفخ فيه من الروح؟ بدأت لحظة عظيمة، تاريخ جديد للبشر، بل هو بداية تاريخ البشر. بدأت لحظة النفخ في الروح لآدم عليه السلام، كل من في الملأ الأعلى ينتظر. إنها لحظات عظيمة، إنه احتفال رهيب وموقف عظيم، لحظات مشهودة. بدأت الروح تسري في رأس آدم عليه السلام، بدأ ينظر، فتح عينيه يلتفت يمنة ويسرح. ماذا ينظر؟ إنها الجنة، إنها ثمارها، إنها أشجارها وأنهارها. وصلت الروح إلى أنف آدم فعطس، فقالت الملائكة: يا آدم قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الرب عز وجل: يرحمك ربك. نزلت الروح إلى جوف آدم عليه السلام، اشتهى ثمار الجنة، اشتهى الأكل منها، فإذا بآدم عليه السلام يثب وثبة والروح ما وصلت إلى قدميه، يريد أن يصل إلى ثمار الجنة. عجلان: خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل. فلما اكتملت الروح في آدم عليه السلام وبدأ يمشي والملائكة تنظر والكل يترقب، قال الرب عز وجل: يا آدم انظر إلى أولئك النفر من الملائكة، اذهب إليهم فقل السلام عليكم. فمشى آدم ووصل إلى الملائكة فقال: السلام عليكم. فردت الملائكة قائلة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استأنست الملائكة بآدم عليه السلام، يا لها من لحظات، إنها بداية تاريخ البشر. استأنس آدم واستأنست الملائكة، فقال الرب عز وجل: يا آدم إنها تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فمسح الرب عز وجل على ظهر آدم، فنزلت كل ذريته من آدم إلى أن تقوم الساعة. تخيلوا كم هي ذرية آدم من خلقه إلى أن تقوم الساعة، كم هي المليارات التي نزلت أرواحها، أنا وأنت وأنت وكل من نسمع نزلنا في ذلك اليوم، أهل الجنة وأهل النار. نظر إليهم آدم عليه السلام فقررهم الرب عز وجل، يخاطب كل ذرية آدم، يقول لها: ألست بربكم؟ فقال كل البشر: بلى، نشهد على هذا. فقال الرب عز وجل لهم: لا تأتوا يوم القيامة لتقولوا إن كنا عن هذا غافلين. إنها الفطرة المركوزة في القلوب. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فطرة في القلوب لا تنكرها يوم القيامة. لما استوى خلق آدم، الآن جاء تنفيذ الأمر. أي أمر؟ إذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا الملائكة كلها، كل من في السماء، كل الملأ الأعلى، كل الملائكة على رأسهم جبريل، كلهم سجدوا لآدم احتراما له، تكريما لهذا المخلوق، واستجابة لأمر الله عز وجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. تخيلوا هذا المنظر، تخيلوا هذا المشهد. فسجد الملائكة كلهم أجمعون
إلا مخلوق واحد، مخلوق غريب وحقير لم يكن من الملائكة، جعله الله عز وجل معهم، ظل قائما، ظل مستويا، ينظر إلى من حوله، ينظر إلى الملائكة ساجدين، إلا هو ظل قائما بكبر وحقد وحسد. سأله الرب عز وجل وهو أعلم به: يا إبليس، ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ وربنا أعلم به، انظروا إلى الإجابة الوقحة، قال: لم أكن لأسجد لبشر. أنا أسجد لهذا المخلوق؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال. أنا المخلوق من نار، أسجد لمن خلق من طين؟ إنه الكبر قبحه الله. ماذا يفعل بأصحابه؟ أول معصية عصي الله بها في السماء ممن؟ من إبليس الذي رفعه الرب وجعله في الملأ الأعلى. فرد الرب عز وجل على إبليس، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أخرج من أي شيء؟ إبليس لعنه الله، رفعه الرب عز وجل مع الملائكة، وهو ليس من الملائكة، هو من الجن، رفعه الرب عز وجل وأعلى من شأنه وجعله مع الملائكة، لكنه لما أبى، لما استكبر، وانظروا إلى موقفه وكل الملائكة سجدوا، إلا هو قائم ويعترف بكبره ويعترف بحسده، قال: أنا خير منه. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا بربنا عز وجل يطرده من الملأ الأعلى، يطرده من هذه المكانة العالية التي كان فيها إبليس، كرم لسنوات عديدة ولزمن طويل حتى جعله الله عز وجل يعيش مع الملائكة، لكنه الآن يطرد منها. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أمر واحد لم يستجب فيه إبليس لربه عز وجل، حلت عليه اللعنة. إلى متى؟ إلى يوم القيامة. أمر واحد جعلت اللعنة تصيب صاحبها لما خالفها. ما بالكم بمن يعصي الله عز وجل كل يوم وكل ليلة، جهارا نهارا، مستكبرا معاندا. لعن إبليس وطرد من الملأ الأعلى وأنزل من هذه المكانة، لأنه يستحق هذه المنزلة بكبره وحسده. قصص، نور قصص، قصص، نور قصص، حكمة وصبر. بعد أن طرد الله إبليس من الملكوت الأعلى ولعنه، لم يطلب هذا اللعين الخبيث من ربه الصفحة ولا العفو ولا المغفرة. لو طلبها من ربه وندم لقبلها الله عز وجل منه، لو تاب لتاب الله عليه، لكنه لم يطلب العفو ولا الصفحة ولا ندم على فعله، إنما طلب أمرا آخر. ماذا طلب؟ قال: ربي أنظرني، أخرني يا رب. لما وإلى متى؟ قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. أخرني يا رب ليس إلى النفخة الأولى، بل إلى النفخة الثانية، إلى يوم البعث. أخرني يا رب، طول عمري. هو يؤمن بربه ويؤمن بيوم البعث ويؤمن بالجنة والنار، لكنه تكبر على أمر الله عز وجل، فاستجاب الله له مع أنه كافر، مع أنه لعين، وأعطاه الله ما أراد. قال: إنك من المنظرين. أعطاه الله الإنظار
والإمهال والتأخير فهو يعيش إلى النفخة الثانية. ثم بعدها قال لربه: ربي بما أخرتني ماذا سوف أفعل لآدم وذريته؟ قال: يا رب ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. لما لم يقل من فوقهم؟ لأنه يعلم أن الله فوقهم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله عز وجل: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم أي واحد من الإنس يتبعك يا إبليس لأملأن جهنم منكم أجمعين، لأملأن جهنم منك يا إبليس وممن اتبعك من بني آدم أجمعين. وأعطاه الله عز وجل ذرية في الأرض، وأعطاه الله عز وجل ذرية من الشياطين كلهم تبع لإبليس، فهو يملك جيشا عظيما من الشياطين كلها لحرب آدم وبنيه. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إبليس الذي لعن وطرد من الملكوت الأعلى، هذا المخلوق يتحدى ربه أنه يغر بني آدم وأنه يصرفهم عن طاعة الله عز وجل ويزين لهم المعاصي ويحرفهم عن طاعة الله جل وعلا. والله عز وجل لما قال إبليس له هذا الكلام قال: ربي بعزتك وجلالك لأضلنهم. رد الله عز وجل على إبليس قال: يا إبليس وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. أما آدم عليه السلام فقد أدخله الله عز وجل الجنة، يأكل من ثمارها ويشرب من أنهارها ويستظل بظلالها. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أي نعيم هذا الذي يعيش فيه آدم عليه السلام؟ مع كل هذا النعيم إلا أن آدم عليه السلام قد استوحش وجاءه بعض الهم: كيف أعيش في هذا النعيم لوحدي؟ نام آدم عليه السلام نومة، فلما استيقظ رأى امرأة عنده. من أنت؟ أنا امرأة. ما الذي جاء بك؟ خلقني الله عز وجل. ولما خلقك؟ خلقني لتسكن إلي. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم وخلق منها زوجها. سألت الملائكة آدم عليه السلام قالت: يا آدم ما اسمها؟ تريد أن تختبره هل يعلم الأسماء كلها أم لا. يا آدم ما اسمها؟ قال آدم عليه السلام: إنها حواء. قالت الملائكة: ولم حواء؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي، فقد خلقت حواء من ضلع آدم عليه السلام. إنه يتنعم الآن مع حواء، مع تلك الزوجة في هذه الجنة، الأنهار، الأشجار، الثمار، النعيم، ما أحلى هذه الجنة التي يسكن فيها آدم وزوجته حواء. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما. كل شيء لكما حلال في هذه الجنة، أنهارها، ثمارها، خيراتها، ظلالها، كل شيء حلال، إلا أمر واحد. وما هو؟ أرأيت هذه الشجرة؟ لا تقتربا منها، إياكما والاقتراب منها. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لم ينههما الله عز وجل عن الأكل،
بل قال لا تقربا منها. أما الأكل فهو أعظم من مجرد القرب من هذه الشجرة. ويا آدم، أنت وحواء احذرا من شخص ثالث سيعيش بينكما، هو العدو الذي توعد أن يخرجكما من هذه الجنة، سيوسوس ويمكر ويغري ويغركما، فإياك وزوجتك أن تصدق كلامه. ويا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. اعلم يا آدم أن المعركة صعبة، وأن هذا العدو هذه جولته الأولى، وسوف يحرص على أن تأكل من هذه الشجرة، فإياك وزوجتك أن تقرب من هذه الشجرة. هل سيقتنع آدم عليه السلام بأمر الله عز وجل ويقنع بالجنة ويترك هذه الشجرة، أم أنه سيسقط بحبل هذا الشيطان وإبليس ويقع بمكره ويأكل من هذه الشجرة؟ كيف سيوسوس إبليس لآدم عليه السلام؟ كيف سيغرر بحواء زوجة آدم؟ ما هي الجولة الأولى وما أحداثها وما الذي سيحدث بعدها؟ هذا ما سوف نعلمه إن شاء الله في الحلقة المقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص، نور قصص. عاش آدم عليه السلام مع حواء في جنة يأكلان من ثمارها، وكلما أتى إبليس بصورة من الصور وبشكل من الأشكال إلى آدم عليه السلام لم يستجب آدم. ألا تحب يا آدم أن تصير ملكا؟ في هذه الفترة صدق آدم إبليس. طال البكاء من آدم عليه السلام، إنه الندم، فيقطعان الورق كل منهما يغطي سوءته، حتى جاء يوم من الأيام فاختلف أحد أبناء آدم في فتاة مع أخيه. إذا تجرأت ومددت يدك إلي تريد قتلي فإنني لن أعترض. فحمل صخرة كبيرة ورباها على رأس أخيه ففضخ رأسه. لأول مرة يموت إنسان ميتة طبيعية. مرض آدم، سقط على الفراش، بدأت لحظات النهاية. قصص، نور قصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر، نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز، يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني.